يا مدام، نحن جايين من الال بي سي حتى نسالك سؤال. هالو ال بي سي، هالو ال بي سي، انتوا اللي بتفهموا، انتوا الغير، غير عن كل العالم. جاي اسالك مين بتحب من الفنانين تشوفي على شاشه التلفزيون؟ شيري، انا بحب الرقص الشرقي، الرقص الشرقي غير. بحب دينا على شيء مصري، على طقش، على فقش، على هيك هيك بحب انا، عرفتي كيف شيري؟ والرقص الشرقي بشلك سبع طبقات، الكلف، الكلش، النمش، الطلسم، البلسم، الخبسم والكوننن. وحبك هالقد للرقص الشرقي، هل هو وليد الصدفة أما من أنت وصغيرة؟ شيري، وليد ما بيجي على البيت إلا صدفة، ما تجيبيلي سيرة وليد، تركيني من وليد. بدي أطلب منكم طلب، أنتوا الـ LBC، أنتوا اللي بتفهموا. في نوني شوي، صوروا نوني، ابن الصغير. نوني! نوني! تعا هيك! ما تدعي! تعا هيك عشان ما كسر لك إجريك! لحظة، جينو. نوني! نوني! لك؟ هاي بتصور؟ ايه بتصور؟ طيب لك اعطينا شي هيك هيك ولا اعطيني قلب. طيب لك اعطيني سيجارة. طيب لك ما المعروف حط لنا دينا ولا ما المعروف. يلا يا ست دينا، الموال حيخلص. يا برمشي جراح، قلبي يرتاح، يرتاح على ايدك، ولا عشان بحبك عايزنا ابوك على ايدك. يا ست دينا، ما يلا يا ست دينا، الموال خلص. يلا يا طنط بدرية، أنا ببكل السطرية. خير عليكم جميعا، ونتمنى نقضي سهرة ممتعة. رح تتسلم الميركس دور بدل عنه السيدة أنتيكا سرسو. بونسوار، كيفكم؟ صباح، كيفك يا حياتي يا هنان؟ شو عندكم؟ ليش بعتوا وراي؟ لنجرب المسكات. مقفلة قلبي.
يابا كلكم زو شو هيدا ساسي بور موا هيدا الميركس لالي هيدا ميركس خلي هالمزوق يعمل لي تنفس اصطناعي دوني اخ يلا شو بدنا نعمل دخلك انت مش اخته لفيليب حقيقي مظبوط اخته لفيليب حقيقي يا عمي شو كان في ممثلين مهمين من زمان وشو كان في مقدمين مثل جان كلود بولوس مثل عادل مالك مثل كميل منسة شو كان في مذيعين مهمين بهالتلفزيون مش مثل هلا بجيبون شي تكتك شي تيعه مش هيك طوني فيليب ايه فيليب كان داري معينه علي وطوني كمان بترجيني تعجي على ساعه بقرب الحبيب وانا 5 دقايق ما بتحمله على كل حال ميرسي كثير على الميركس وان شاء الله عقبال كل سنه كان عندي كلمه اولى تفضلي ميرسي كلكم ذوق زقفولو ميرسي بوكو جو فولي دير كنت محضره غنيه بس جاي نوتيت كي ما في اون لارنجيت وسقطت وعملت لي برونشيت وامجداليت بقى ما بقى في غني كنت محضره اون دانس بس جاي له لامباغو جو بو با دانسي كنت محضره كمان امو بس نسيت لأنه جيل نسيت اسمه كبتها اسمحها وكنت شايلة شوية مصاري مشان اتبرع فيهم لللايونز بس اشتريت فيهم كبوت